السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا التوعوية لليوم بتكون عن مرض جدري القردة. هذا الدليل التوعوي الإرشادي خاص بشهر يونيو 2022. محاضرتنا اليوم راح تتحدث عن كل ما يمت لمرض جدري القردة بصلة، ونعطيكم أهم المعلومات الأساسية اللي تحتاجون معرفتها عن هذا المرض. بداية، شو نقصد إحنا بمرض جدري القردة؟ هو مرض نادر حيواني المنشأ، ينتج عن الإصابة بفيروس جدري القردة، يحدث بشكل أساسي في المناطق الغابات الاستوائية المطيرة في أفريقيا، ومن ثم يتم انتقاله إلى مناطق أخرى. طريقة انتقال العدوى بطريقتين جدا رئيسيتين. الطريقة الأولى هي عن طريق الإصابة من حيوان مصاب إلى إنسان، والطريقة الثانية من إنسان مصاب إلى إنسان آخر. طبعا انتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان يحدث بطريقتين، اللي هي أولها التلامس المباشر مع الدم وسوائل الجسم والآفات الجلدية أو المخاطية لهذا الحيوان المصاب، أو نتيجة تناولنا للحوم مطبوخة بشكل غير كافي من هذا الحيوان المصاب. الطريقة الثانية اللي هي من إنسان مصاب لآخر، وهو يعتبر نادر نسبيا حتى الآن، يحدث عن طريق الاتصال الوثيق بإفرازات الجهاز التنفسي أو الآفات الجلدية لهذا الشخص المصاب، وأيضا من الممكن أن يحدث من خلال الاتصال الجنسي مع شخص مصاب. والطريقة الثالثة هي عن طريق الأدوات والأسطح الملوثة الخاصة بهذا الإنسان المصاب. فترة حضانة المرض، شو نقصد بحضانة المرض؟ هي الفترة الفاصلة بين الإصابة وظهور الأعراض على الشخص، وهذه الفترة تتراوح ما بين 5 أيام إلى 21 يوم. أعراض المرض بداية تكون هناك حمى شديدة جدا، صداع شديد، آلام في الظهر والعضلات، إرهاق شديد جدا. ومن العلامات السريرية الجدا مميزة لجدري القردة هي تضخم في الغدد الليمفاوية، ومن ثم يبدأ الطفح الجلدي بالظهور، وبالعادة يستغرق في غضون يوم إلى 3 أيام من بداية الحمى. مثل ما قلنا، التضخم الغدد الليمفاوية من العلامات الجدا مميزة لجدري القردة، وأيضا من العلامة المميزة الأخرى هي الطفح الجلدي الذي يظهر على الشخص بعد مرور يوم إلى 3 أيام من إصابته بالحمى. هذا الطفح له مراحل، ومراحل تطوره بداية تكون هناك بقع تظهر على الجسم. شو نقصد بالبقع؟ هي الآفات اللي تكون قاعدتها مسطحة، ومن ثم تتطور هذه البقع لتصير حطاطات اللي هي آفات صلبة مرتفعة قليلا، ومن ثم تحدث الحويصلات. الحويصلات هي الآفة اللي تكون مليئة بالسائل الشفاف، هذا السائل يتحول إلى سائل مصفر، وهي المرحلة هي مرحلة البثور، وفي نهاية المطاف هذه البثور تتقشر وتجف وتسقط تلقائيا. كيف احنا ممكن نقي نفسنا من جدري القردة؟ في اي مرض معدي سواء كان جدري القردة او غيره، الطريقة الاساسية الاولى ان احنا نحمي نفسنا من اي مرض معدي هي محافظتنا على نظافة اليدين بغسلها لمدة 20 ثانية على الاقل بالماء والصابون، أو باستعمال المعقمات الكحولية. ومثل ما شرحنا سابقا، طريقة انتقال العدوى عن طريق حيوان مصاب لإنسان أو من إنسان لآخر، فنحمي نفسنا من انتقال العدوى إلينا من الحيوانات عن طريق تجنب ملامستنا لهذه الحيوانات البرية سواء كانت حية أو ميتة. نقوم بطهي اللحوم بشكل جدا صحيح، ونتجنب ملامسة أي أدوات خاصة بهذا الحيوان المريض. ونحمي نفسنا من انتقال العدوى من إنسان إلى آخر بأن إحنا نقوم بتجنب ملامسة أي شخص مصاب تظهر عليه أعراض، وبالأخص الطفح الجلدي، ونتجنب ملامسة أي أدوات خاصة بهذا الشخص المريض.
علاج هذا المرض بداية أن جدري القردة يعتبر مرض محدود ذاتيا. شو نقصد بمحدود ذاتيا؟ أي أن تستمر أعراضه لأسبوعين إلى 4 أسابيع، ومن ثم يحدث الشفاء التلقائي من هذا المرض. والرعاية التي تقدم للشخص المريض تعتبر رعاية داعمة، والعلاج يكون فقط بعلاج الأعراض المصاحبة لهذا المرض. جدا مهم أن إحنا أيضا يكون عندنا علم بالفحص المعتمد للكشف عن جدري القردة بطريقتين أساسيتين: أولا مسحة الحلق PCR، أو نقوم بعمل مسحة للآفات الجلدية أو كشط للجلد أو سوائل الحويصلات باستخدام المسحة الجافة. الحين ننتقل لقسم جدا مهم، ان احنا نبدأ نتحدث عن المصابين والمخالطين. بداية نتحدث عن المصابين، نقول نعرف من هو المصاب. المصاب هو فرد تظهر عليه أعراض المرض مع تأكد إصابته بالفيروس بعمل الفحص المخبري اللي ذكرناه قبل شوي. شو يصير في الشخص المصاب؟ ما هي رحلة المصاب فور اكتشافه؟ أول ما تظهر عليه الأعراض، احنا ننصح أنه يقوم بعزل نفسه في غرفة منفصلة. هيئة الصحة تقوم بالتواصل مع هذا الشخص عشان تستكمل إجراءات عزله الصحي، ومن ثم يقوم بالتوجه لأقرب مركز طبي أو مستشفى إذا اشتدت الأعراض عليه. وأيضا المصاب يجب عليه البقاء في المنزل أو العزل المؤسسي لمدة لا تزيد عن 21 يوم. طبعا هناك نوعان من العزل الصحي: في أشخاص يقدرون أنهم يبقون في منازلهم في العزل المنزلي، وهاي تكون في الحالات المستقرة مع وجود غرفة جيدة التهوية. العزل النوع الثاني للعزل الصحي هو العزل المؤسسي أو العزل في المستشفيات، وهني الأشخاص هذول اللي لا يستطيعون عزل أنفسهم في المنزل أو حسب وضع حالتهم الصحية. نشرح لكم شوي شو نقصد إحنا بالعزل الصحي. العزل الصحي هو عزل المصاب بمرض جدري القردة لضمان عدم انتشار هذا المرض، وأيضا لضمان حصوله على الرعاية الصحية التي يحتاجها. هناك معايير للعزل الصحي المنزلي: يجب أن تكون هناك مرافق منزلية للعزل الذاتي، المريض يجب أن يكون بالغ يتمتع بصحة جيدة وقادر على عزل نفسه في المنزل. شو هي الشروط ومتطلبات العزل المنزلي؟ أن يكون الفرد في حالة صحية مستقرة، تكون هناك غرفة ودورة مياه منفصلة وجيدة التهوية، توفر عدة الإسعافات الأولية ووجود ميزان لحرارة لقياس حرارة الجسم. يجب أن يعرف المريض كيفية المريض، وأيضا الأشخاص الذين يقومون برعايته يجب أن يعرفوا كيفية المعالجة والتعامل مع المعدات الملوثة والنفايات بشكل صحيح، وأيضا يجب عليهم اتباع بروتوكولات غسل اليدين والنظافة العامة لتجنب انتقال الفيروس لشخص آخر. سؤال للكل يطرحه: طيب أنا متى العزل عندي سوف ينتهي؟ ينتهي بتوفر شرطين: شفائك التام واختفاء الآفات الجلدية، وأيضا مرور 21 يوم من إصابتك بهذا المرض. ونرجع نذكركم أن هذا المرض محدود ذاتيا، وتستمر أعراضه من أسبوعين إلى 4 أسابيع. نشرح الحين شوي المخالطين لهذه الحالة الإيجابية. شو نقصد إحنا بالمخالط؟ هو الشخص الذي كان على اتصال جدا وثيق ولفترة طويلة مع حالة مؤكدة من جدري القردة، وكان على اتصال وثيق أو كان على اتصال وثيق بالحيوانات المصابة. وما هو الحجر الصحي؟ الحجر الصحي هو بقاء الشخص المخالط لمدة 21 يوم في الحجر في غرفة منفصلة. ليش؟ حتى ان احنا نتأكد من خلوه من المرض، وايضا نضمن عدم اختلاطه باشخاص اخرين ونشره لهذا المرض. المخالط لحالة إيجابية هناك أمور يجب عليه اتباعها
في حالة أنه كان مخالط لحالة إيجابية. أولا بمجرد ما أنه يعرف أنه كان مخالط يجب عليه أن يحجز نفسه في غرفة منفردة لمدة 21 يوم مراعاة للأشخاص الغير مخالطين مع تطبيقه للإجراءات الاحترازية. هيئة الصحة تقوم بالتواصل مع هؤلاء المخالطين وتقوم بإبلاغهم بأنهم حالة مخالطة لشخص مصاب. يجب عليه أن يبقى في الحجر المنزلي لمدة 21 يوم، لا يحتاج لعمل أي فحص مخبري إذا لم تظهر عليه أي أعراض. ويجب على المخالط أيضا أنه يقوم بمراقبة نفسه وقياس درجة حرارته ويغسل يديه باستمرار، وفي حال ظهرت عليه أي أعراض هني هو يقدر يقوم بالتوجه لأقرب مركز صحي أو مستشفى. وأيضا المخالط يجب عليه أيضا أن يتبع الإجراءات والإجراءات الاحترازية مثل ما ذكرنا، يغسل يديه باستمرار، يعزل يحجر نفسه عن الباقي لمدة 21 يوم، يقوم بقياس درجة حرارته بشكل يومي، ويراقب نفسه إذا ظهرت عليه أي أعراض. ملابسه يجب أيضا أن تغسل بشكل منفصل. أدواته الشخصية يجب عليه أن لا يشاركها مع الآخرين، وأيضا يجب عليه أنه ما يقوم بالتبرع بالدم أو خلايا أو أي شيء آخر أثناء وجوده في الحجر الصحي. ومثل ما قلنا، في حال ظهرت عليه أي أعراض يقدر أنه يذهب لأقرب مركز صحي لعمل الفحوصات اللازمة له. نرجع نعيد لرحلة المخالط. أول شيء يقوم بحجز نفسه في غرفة منفردة لمدة 21 يوم. هيئة الصحة تقوم بالاتصال وإبلاغه بأنه مخالط، لا يحتاج لعمل أي فحص مخبري، يتوجه لأقرب مركز صحي أو مستشفى في حال ظهرت عليه أعراض، وإذا كانت نتيجة فحصه إيجابية يتم التواصل مع المخالط لاستكمال إجراءات العزل الصحي له. الآن ننتقل لآخر جزء من محاضرتنا لليوم. هني قمنا بتجميع أهم الأسئلة وأكثر الأسئلة شيوعا وقمنا بالإجابة عنها في السلايدات القادمة. السؤال الأول اللي كان ينطرح دائما، هل معناته أني أنا قاعد في حجر صحي معناته أني أنا مصاب؟ لا، الحجر الصحي هو إجراء احترازي، هذا لا يعني أنك أنت مصاب بالفيروس. هذا الإجراء مطلوب منك لضمان عدم إصابتك بالعدوى وعشان نحد من انتشار الفيروس للآخرين في حال أنت كنت مصاب فيه. السؤال الثاني، ظهرت لي إحدى الأعراض أثناء فترة الحجر في المنزل، شو هي الخطوة التالية المطلوبة مني؟ تتوجه لأقرب مركز صحي أو مستشفى، تتبع إجراءاتك الاحترازية أثناء خروجك لهذا المركز، تتأكد أنك أنت ما تحتك بالآخرين، تحافظ على نظافة إيدينك طوال الوقت، تتأكد أنك أنت ترتدي ملابس مغطاة تغطي الطفح الجلدي عندك، أكمام طويلة، سراويل طويلة، قفازات، عشان تتجنب التلوث وتحد من انتشاره. السؤال الثالث، إذا أنا أصبت بجدري الماء يوم كنت صغير، هل هناك احتمالية للإصابة بجدري القردة؟ في اختلاف كبير بين فيروس جدري الماء وجدري القردة، بنشرح عنه في السلايدات القادمة. فهذا يعني أن أنت إذا أصبت بجدري الماء هذا لا يعني أن أنت عندك مناعة ضد فيروس جدري القردة. السؤال اللي عقبه، هل هناك أي دواء يمكنني تناوله لحماية نفسي من الإصابة بالمرض؟ لا يوجد أي دواء أو فيتامينات محددة يجب تناولها عشان تحمي نفسك من الإصابة بالفيروس. ننصح باتباع الإجراءات الوقائية والسلامة بالإضافة إلى اتباع نمط حياة وغذاء صحي وتشرب كميات كافية من المياه. السؤال يقول، هل يتطور الطفح الجلدي في كل حالة من حالات جدري القردة؟ إذا يتطور هذا الطفح الجلدي، هل الطفح الجلدي بيختفي تماما أو أنه بيترك لي علامات على جلدي؟ الطفح الجلدي هي إحدى الأعراض الرئيسية لمرض جدري القردة. تغير شكل الطفح الجلدي طوال فترة مرضك لين ما يتقلص ويختفي وتتجدد خلايا البشرة من جديد. في بعض الأوقات ممكن أن هذا الطفح الجلدي يترك آثار على جلدك، وهي الآثار قد تكون دائمة. السؤال اللي عقبه يقول، مريض يشتبه
بأعراض المرض، وين يمكن أن يتوجه؟ هل يتوجه إلى مراكز صحية؟ هل هو يتوجه لمستشفى؟ للطوارئ؟ إحنا ننصحه أنه يقوم بمراجعة أقرب مركز صحي أو مستشفى. ما هي الفئة الأكثر عرضة للإصابة بجدري القردة من أفراد المجتمع؟ وشو هي احتمالية الإصابة بالمرض من البشر؟ حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية حتى الآن، صنفت أن الأشخاص اللي ممكن أنهم يصابون يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض جدري القردة هم العاملين في القطاع الصحي بحكم طبيعة عملهم، وأيضا الأشخاص اللي يكونون على اتصال وثيق بالمريض أو المكلفين برعايته. أما احتمالية الإصابة به من البشر، إحنا نقول إن المرض انتقاله من إنسان إلى إنسان آخر هو نادر نسبيا، ويحدث عن طريق الاتصال الوثيق بإفرازات الجهاز التنفسي أو الآفات الجلدية لهذا الشخص المصاب أو لأدواته وأسطحه الملوثة، فاحتمالية الإصابة تعتبر نادرة نسبيا. ما مدى خطورة المرض وتأثيره على صحة الفرد؟ خطر الإصابة بالعدوى أو تفشي المرض جدا ضئيل، لأن مثل ما قلنا في السؤال اللي قبله يتطلب اتصال وثيق مع الشخص المصاب أو أدواته الملوثة. ونرجع نذكر أن هذا المرض محدود ذاتيا مع أعراض تستمر من أسبوعين إلى 4 أسابيع، وأن الرعاية التي تقدم له هي رعاية داعمة، أي رعاية لعلاج الأعراض التي تصاحب المرض. وآخر شيء هني في هذا الجدول نقوم بشرح الفروقات ما بين جدري القردة وجدري الماء. أولا، بداية، الفارق الرئيسي أن نوع الفيروس يختلف. الفيروس الذي المسبب لجدري القردة جدا مختلف عن الفيروس المسبب لجدري الماء. الحمى تقريبا في النوعين موجود من يوم إلى 3 أيام في جدري القردة قبل ظهور الطفح الجلدي. جدري الماء تقريبا من يوم إلى يومين. ظهور الطفح الجلدي هذا شوي يعتبر مميز في طريقة ظهوره. في جدري القردة الطفح الجلدي يبدأ على الوجه والأطراف وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك راحة اليدين وأخمص القدمين، وأيضا الأغشية المخاطية للفم والملتحمة والقرنية في العين. أما في جدري الماء، طفح الجلدي يصاحبه حكة، ويبدأ عادة في على فروة الرأس والوجه، وينتشر تدريجيا إلى الجسد والأطراف بما في ذلك داخل الفم أو في الجفون. الاختلاف فيما بينهم في طريقة انتشار هذا الطفح الجلدي. في جدري القردة يتمركز في الوجه والأطراف، أما جدري الماء فتمركز هذا الطفح الجلدي يكون على الجسد. تضخم الغدد الليمفاوية تعتبر إحدى الدلائل المميزة لمرض جدري القردة، حيث أنه يوجد تضخم ليمفاوي في جدري القردة، أما في جدري الماء لا يوجد أي تضخم ليمفاوي. فترة حضانة المرض يختلف في جدري القردة من 5 أيام إلى 21 يوم، أما في جدري الماء من 10 إلى 21 يوم. فترة المرض من أسبوعين إلى 4 أسابيع في جدري القردة، أما في جدري الماء من 4 أيام إلى 7. انتقال الفيروس في جدري القردة من حيوان مصاب إلى إنسان أو من إنسان لإنسان آخر، أما في جدري الماء فهو يكون من شخص مصاب لشخص آخر. العدوى في جدري القردة محدود الانتشار بين الأشخاص، أما في جدري الماء فهو يعتبر جدا معدي بين الأشخاص. إذا كانت هناك أي استفسارات إضافية تقدرون تتواصلون على الإيميل الموجود قدامكم healthpromotioninquiry@dha.gov.ae. تقدرون تبعثوا لنا أي استفسارات تحتاجونها على هذا الإيميل، وسوف نقوم بالرد على كافة الاستفسارات الواردة. وشكرا لحسن استماعكم، ويعطيكم ألف عافية، ومع السلامة.